السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم طلاب الصف الثالث؟ شو أخباركم يا مس؟ اليوم في حصة مادة رياضيات سوف نكمل باقي حل التدريبات في درس على مسائل على جمع الأعداد وطرحها. في الحصة الماضية تناولنا هناك عدة مسائل نقوم في استراتيجية العام لحل المسألة، الاستراتيجية يعني الخطوات الضرورية عشان تحل المسألة وتطلع معك حلها بشكل صحيح ودقيق. بداية اللي هن الخطوات أربعة، خلينا نعيدهم مع بعض. أفهمه، أنا لازم أفهم المسألة، لازم إيش؟ أفهم المسألة من خلال استخراج المعطيات اللي هو إيش أعطاني في السؤال، ونستخرج المطلوب من السؤال، إيش طلب مني من السؤال. الخطوة الثانية أخططه، بطلع على المطلوب وبشوف إيش طلب مني من السؤال وبخطط، يا إما بتتكون عملية جمع يا إما بتتكون عملية طرح. الخطوة الرابعة أنفذ، بنفذ أنا إيش خططت. والخطوة الرابعة بدي أتحقق من صحة الحل سواء كانت جمع أو طرح. فوصلنا عند التدريب رقم 6 صفحة 49، الرجاء فتحي الكتاب صفحة 49. سؤال 6، أكتب عددين كل منهما مكون من 4 منازل مجموعهما. هنا سؤال 6 صفحة 49، صفحة 49. أول إشي أفهمه المعطيات وعندي المطلوب. هنا المعطيات عدد مكون من 4 منازل مجموعهما 6385. المطلوب كتابة عددين مجموعهما 6385، تمام؟ أخطط. طيب اطلع على المطلوب، هون حكى مجموعهما، بدي أكتب أنا عددين إيش يكون مجموعهما، معناته شو بدي أعمل؟ بدي أجمع. طب إيش بدي أجمع؟ اطلع على التنفيذ ونفذ. هلأ بعمل هيك، بكتب العملية ماشي، خليني أكتب الناتج اللي هو 6385. بدي يكون مكون العدد من آحاد، من عشرات، ومن مئات، ومن آلاف، تمام؟ هاي هون العدد الأول، هون العدد الثاني، والعملية بتتكون عملية إيش؟ جمع. العملية جمع. خلينا نشوف الآحاد. عددان مجموعهما 5، اعطيني عددين لما انت بتجمعهم بعطيك 5. اولا 1+4 تساوي 5، احسنتم. كمان 3+2 تساوي 5، كمان 5+0 تساوي 5. خلينا نختار 1+4 تساوي كم؟ 5. نيجي على العشرات، بدي عددين مجموعهما يساوي 8، يعني المجموع يساوي 8. 3+5، 1+7، هنختار 3+5. طيب على المئات، بدي عددين مجموعهما 3، 1+2، 3+0، خلينا نختار 3+0 تساوي 3. خلينا نجي على الآلاف، بدي عددين مجموعهما
ستة، نختار 2 + 4. إذا العددين هم 2331، والعدد الثاني 4054. لما جمعناهم عندنا طلع الناتج 6385. نيجي على الخطوة الرابعة، بدي أتحقق عشان أشوف حلي صحيح ولا لا. أخذ الناتج 6385، أطرحها من 4054. 5 × 4 = 1، 8 ناقص 5 = 3، 3 ناقص 0 = 3، 6 ناقص 4 = 2. إذا الحل صحيح، تمام؟ طيب رح أنتقل للسؤال اللي بعده، اللي هو كمان صفحة سؤال صفحة 49، اللي هو فكر صفحة 49، رح نفكر أنا وياكم، تمام؟ طيب هل يمكنك جمع عددين كل منهما مكون من 3 منازل ومجموعهما أكبر من 2000؟ طيب هون خلينا نفكر، أنا زي يعني بدنا نعملها زي إيش اللي هي اللغز. طيب هل يمكنك، هون طرح لنا سؤال، بدي أجمع عددين، أجمع عددين، تمام؟ هاي العدد الأول وهاي العدد الثاني، كل منه مكون من 3 منازل اللي هي آحاد، عشرات، ومئات، تمام؟ مكون من 3 منازل، المجموع هون يعني المجموع بدي يكون أكبر من 2000، لازم يكون أكبر من 2000. طيب خلينا نيجي على الآحاد، ناخذ أكبر عدد في اللي هي من 1 لـ9، ما بنقدر نحط رقمين، ناخذ 9، تمام؟ كمان تحت بدي أخذ 9 + 9، نيجي على 10، ناخذ أكبر عدد عشان نشوف الناتج 999. خلينا نشوف 9، هاي أكبر عدد عشان نشوف يمكن ولا لا يمكن. 9 + 9 = 18، هاي 1 باليد، 1 + 9 = 10، و9 + 9 = 10، 1 + 9 = 10، و9 = 19، 1998. هنا معناته شو بدنا نجاوب، يمكن ولا لا يمكن انه نجمع عدد يطلع اكبر من 2000؟ لا لا يمكن. يعطيكم لحد هون يا ثالث، يعطيكم الف عافيه.